السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عز الدين بوشراوي في الحلقة الثانية من السلسلة الصوتية الرمضانية أعظم كوتش. وأعظم كوتش هو الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحلقة هذه إن شاء الله غادي نتكلموا على مهارة أسرية، وغادي نتكلموا على الرسول الزوج، كيفاش كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيتعامل مع الزوجات نتاعو، وكيفاش كان كيتعامل مع الغيرة نتاع الزوجات نتاعو، خاصة غيرة الزوج نتاعو عائشة رضي الله عنها. في إحدى المرات كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الزوجة نتاعو عائشة رضي الله عنها، فإذا بصفية زوجته كتدخل عليهم وهز في يدها طبق به طعام. هنا أمنا عائشة ما غاديش يعجبها الحال، وغادي تاخذ هذاك الطبق وغادي ترمي به للأرض. تخيلوا معي أي شخص مكان الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان غادي يتصرف. فالعادي جدا أن أي واحد من غادي يشوف الزوجة نتاعه غادي تاخذ واحد الطبسيل به طعام وغادي تهرسه أمام الناس. فهنا هذا الشخص ما غاديش يتقبل هذا التصرف هذا، وغادي يفسروا على انه قلة احترام، وبما انه فسروا على انه قلة احترام فغادي تكون ردة الفعل ديالو ردة فعل سلبية جدا. واش هنا الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف بهذه الطريقة؟ اكيد لا. علاش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اعظم كوتش، وهو افضل زوج، وهو أفضل مخلوق فوق الكرة الأرضية، هو أفضل شخص عاش فوق الكرة الأرضية، وبالتالي فردة الفعل دياله كانت جد 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 راقية. الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما قام به هو أنه ابتسم وقال أمكم تغار. ما معنى هذا؟ هذا شيء يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيفهم سيكولوجية المرأة، وكيفهم أن المرأة تغار خاصة من الضرة نتاعها، وبالتالي فإحساس الغيرة هو إحساس عادي وعادي جدا. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل إحساس أمنا عائشة، تقبل سلوك أمنا عائشة، وأيضا أنه تفهمها وتعاطف معها وحس بها واحتوى هذاك الإحساس. هنا خاصنا نتعلمه من القدوة ديالنا، وأننا نتقبله السلوكيات ديال الزوجات نتاعنا، وأيضا الأحاسيس ديال الزوجات ديالنا، خاصة الأحاسيس اللي ما كيقدروش أنهم يتحكموا فيها. هنا كتنتهي الحلقة ديالتنا، وكنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم، وما نساوش أننا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم.